مش باش يجيبها لبرا المدير، مش باش يجيبها لبرا، انا عارفها اللعبه مخدومه من السيف خدمت، يعطيني نهار الجمعه خمسه سوايع، خمسه سوايع ونهار السبت نعاود نرجع ساعه كروز ونعاود نرجع له ل 11، على شكون تمني؟ عليا تمني؟ انا 15 عام خدمه، ها؟ علاش ما يعطينيش السبت؟ علاش ما يعطينيش السبت؟ انا نعرف الجدول كيفاش تخدم، سعيده تاخذ السبت، علاش تاخذ السبت سعيد؟ انا ندبر في راسي نخدم في مرش الحوت نهار السبت، يعرفني نخدم في مرش الحوت نهار السبت، ما ناخذش انا نهار السبت ويعطيه للنافع دعمه وقت اجي نافع دعمه، يقري التكنيك ويرفع ويمشي يقري في الدار ويقسموا مع بعضهم، انا الترافيك هذيا كلها نعرفها، انا المدير هذايا مش نوقفه عند حد. ماش نوقفوا عند حد، وانا مش كلم الاولياء ونقولوا كيفاش معناتها، انا نرسبت ما اخش نرسبت، علاش ما اخش نرسبت؟ علاش ما اخش نرسبت؟ زايد عليا سعيده، تاخذ نرسبت، زايد عليا، ولا ونهار الجمعه تمشي نهار الجمعه يعطيها ساعه من 8 ل 9 يعطيها ساعه، كم نعطيها الجمعه والسبت؟ كم نعطيها الجمعه والسبت وكم نرتاحها النهار الاربعاء؟ خليني انا معناتها اللي فاتت علي صلاه الجمعه نهار بشمات عاملها بشمات، ومرش الحوت انا ما نخدمش في الحوت ولا يحبني نعك على كيفهم، انا في الوتيد انا فاش قري في الوتيد، انا نهار السبت ناخذه، نهار السبت انا واخذه كي تطربق اسمها ماذا مش قرايه، اي روح تلم كلها تروح، ماذا مش قرايه، انا نهار السبت ما نقريش، خذوا انا من غير مجهود، اي فكر خل توصل للطبوب توصل لليعقوب توصل للسخط وخل توصل خل تغلق فين تغلق، اي سعيده سعيدة يعطيها تعملها ضربة هكا تعملها ضربة هكا يعطيها السبت، لا تنقول كيف السبت.